مرحبا بكم من جديد في التاسعة مساء. يلتحق بنا في بقية البرنامج سيد حسين الجزيري قيادي بحركة النهضة. سي حسين مساء الخير، مرحبا بكم معنا في التاسعة مساء. باش نبدا بالبلاغ اللي أصدرت وزارة الدفاع البارح. تنفي وزارة الدفاع الوطني ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص وجود قواعد أمريكية في تونس واستعمال التراب التونسي لضرب أهداف بليبيا، وتؤكد ما سبق أن أعلنت عنه في شهر مارس الماضي بأن التعاون العسكري الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية يشمل قيام عسكريين أمريكيين بتدريب أفراد القوات المسلحة التونسية لاستعمال معدات عسكرية متطورة ومنظومات استعلام ومراقبة قام الجيش التونسي باقتنائها، ويسعى إلى الحصول عليها بتعزيز منظومة المراقبة الحدودية وكشف أي تحركات مشبوعة على الحدود، وذلك في إطار المجهود الوطني لمقاومة الإرهاب. وصرح اليوم ايضا وزير الدفاع الوطني، نفى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشين تكون في تونس قاعده عسكريه اجنبيه، قائلا في هذا الصدد زمن القواعد العسكريه انتهى وتونس بلد ذو سياده ولن يكون فيها قاعده عسكريه اجنبيه. برهان، طلعت على الواشنطن بوست، ماذا في مقال الواشنطن بوست؟ خلينا نكون واضحين الساعه ونقدموا الامور ونحطوها في سياقها. هذه ماهيش صفحه نتاع فيسبوك أمريكية أمريكاني وراسي عالي، ولا أمريكية وعايشة في دار بابا، ولا واحد. هذه واشنطن بوست، باش نكونوا واضحين. الزوز كتاب هما أدام أنتوس وميسي ريان، واللي يعرفوهم بالكدا ويتبعوا شي يكتبوا ما يكتبوش، هذوما يكادوا يكونوا مراسلين البنتاغون في الواشنطن بوست. تعرف كل صحافي موجود عنده اختصاصه، كبريات الصحف الأمريكية وبريطانية ولا غيرها عندهم صحفيين الاختصاص. الناس هذوما معروفين بمصادرهم في البنتاغون. على كل العنوان بالعربية، الولايات المتحدة الأمريكية وسعت سرا قواعدها في شمال إفريقيا للطائرات بدون طيار. هو رد وزارة الدفاع، احنا باش نعرضوا المعطيات على الرأي العام بشكل عادي، عربنا المقالة. هو رد وزارة الدفاع فيه جزء كبير من الحقيقة، لأن المقالة لم تقل بوجود قاعدة أمريكية في تونس، تقول أنه وزارة الدفاع الأمريكية استعملت قاعدة جوية تونسية، ولم يقل المقال أنه تم استعمال القاعدة الجوية التونسية بغاية ضرب، بل لإرسال هذا النوع من طائرات تريبر، طائرات بدون طيار، في مهام استطلاعية استخباراتية. المقال يقول فضلوا المسؤولين الأمريكان في البنتاغون أن الطائرات بدون طيار في تونس لا تحمل القنابل، بل كانت تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية على أهداف الدولة الإسلامية في سرت. وقال مسؤولون أمريكيون أنهم سعوا للوصول إلى القاعدة الجوية في تونس لتغطية فجوة جهاز الاستخبارات الغربية في شمال أفريقيا، اللي هي أصبحت شمال أفريقيا أكبر قاعدة عمليات ضد الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة خارج سوريا والعراق. وهي المشكلة في المفاوضات اللي هما يعطيوا تواريخ المفاوضات مع الحكومة التونسية والمشاكل التي واجهت المفاوضات مع الحكومة التونسية في إطار تقديم التسهيلات هذه. ويقول مسؤولون في إدارة أوباما أنهم حاولوا دعم الديمقراطية الوليدة في تونس ووضع البلد باعتباره شريكا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في المنطقة، على الرغم من أن الطائرات بدون طيار التي تعمل انطلاقا من تونس كانت لمهام المراقبة فقط، ولكن المسؤولين الأمريكيين يسعون أن تكون مسلحة في المستقبل إذا أعطت تونس الإذن للولايات المتحدة الأمريكية. يقولوا وقد اتصلنا بالسفارة التونسية في واشنطن لكنها رفضت التعليق. هنا يفصل يقول علاش التجأنا لتونس بالأساس، شنية المشكلة؟ الجيش الأمريكي لديه قواعد طائرات بدون طيارة أخرى في القارة الأفريقية، في النيجر، في جيبوتي، ولكن المسؤولين قالوا أنها بعيدة جدا عن مناطق الاكتظاظ بالسكان على الساحل الليبي ولن تكون مفيدة لعملياتهم. يقول القائل أيضا أنهم يواجهوا لهنا الكتاب مشاكل في استعمال قاعدة سيغونيلا في جزيرة الصقلية الإيطالية، أقرب قاعدة قريبة ليبيا، باعتبار أن الرحلات الجوية اللي قاموا بها للطائرات بدون طيار كانت تلغى بسبب الغطاء السحابي على البحر الأبيض المتوسط، ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة هذه المخاوف اللوجستية إلى التفاوض مع الحكومة التونسية من أجل تسخير قاعدة جوية تونسية لإنجاز هذه
الطلعات الجوية. وش يقول لك لهنا؟ وأبقت إدارة أوباما مفاوضاتها بشأن الوصول إلى قاعدة في تونس سرية لأكثر من عام. علاش؟ بسبب مخاوف من أن الديمقراطية لم تترسخ بعد في تونس، وتخوف أن يفهم الناس التوانسة أن هذه الديمقراطية مرتبطة ارتباطا وثيقا مع قوة عسكرية خارجية، وهذا اللي اختر في الحكاية، أو أن الإرهابيين سيزيدون هجمات انتقامية على تونس. وهنا يذكر بتنظيم الدولة والعملية اللي عملها في بن قداد. هذا الكل يعني، في وسط هذا الكل، أنه ما بين بيان وزارة الدفاع، وزارة الدفاع ترد على حاجة أخرى لم ترد في المقالة. المقالة ايش تقول؟ تقول أنه البنتاغون الأمريكي يستعمل قاعدة جوية تونسية لطلعات طائرات ريبر بدون طيار للقيام بمهام استخباراتية في رصد مواقع تنظيم الدولة في سرت وفي غيرها من المدن الليبية. ويقول لك حاليا قاعدين نحب نطور المفاوضة مع الحكومة التونسية حتى تسمح باستعمال الطائرات المقنبلة اللي هي ما هيش تستعمل الآن لضرب أهداف داخل ليبيا. وش يقول لهنا وهذا المهم، وهنا نربطوها يعني بمسائل تعديت مرور الكرام. يقول لك أنه المسائل هذه والنقاشات هذه اللي قاعدة جارية وللحكومة التونسية أبدت تعاون فيها، خاصة بعد عملية بن قردان اللي اكتشفت فيها الحكومة التونسية أهمية التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنه هذا الكل يتم بموجب مذكرة التفاهم الاستراتيجي اللي تم توقيعها في زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى واشنطن. بطبيعة وقتها المشكلة أنا تبعت النقاش حولها، قديش فما ديراباج في النقاش عندنا، يعني حد لمشي للمضمون الوثيقة اللي في عنصرها الأخير لهنا بالإنجليزي يتحدث على التعاون الأمني. الناس كل وقتها تتحدث على أمور شكلية، شبيه محسن هو اللي صححها وجماعة محسن والعركة داخل النداء، وعليش محسن هو اللي صحح ولا أحد. أنا حتى في المترجمة في أي جريدة تونسية ما شفتهاش الوثيقة هذه. أرجو الوثيقة اللي فيها الإحالة هذه أنه نقرأوها. ماذا أمضينا؟ الميموروديوم of understanding. سقرينا الكل ده. لا between الفقرة الأخيرة مذكرة التفاهم اللي فيها في الأخر التفاصيل بخصوص التعاون الأمني والعسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. به أنا بعد العرض هذا شنو ملاحظاتي الرئيسية اللي باش نطرحها، اللي هي أسئلة زادة. أنا مقدر وزارة الدفاع عندها الحق تكذب، لكن تكذب حاجات لم ترد فيها. حاجتنا بقضية هل أن هناك طائرات بدون طيار تستعمل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومة معلومات لفائدة الولايات المتحدة الأمريكية؟ الإجابة بأنه فما طائرات بدون طيار، لكن ما يستعملوهاش الأمريكيين تاعنا، وهم قاعدين يدربوا فينا. هم يدربوا فينا. المقالة تقول عكس ذلك، المقالة تقول عكس ذلك. لكن دقيقة الأزهر، تعاون فني ولا قاعدة؟ ما هذا اللي قالوا لي. دقيقة أو جاي أنا في المسألة هذه، نحب نطرح التساؤلات. الواشنطن بوست علاش تختار التوقيت هذا اللي هو 26 أكتوبر؟ أنا نطرح أكثر من سؤال. إذا كان فما أصدقاء أمريكان يهمهم كثير قضية التعاون هذا، وكونوا واضحين، راهو أنا واحد من الناس تخلصت من الأجواء الأوهام الأخرى، هذا جزء يلزم شعبنا يعرف، هذا جزء راهو هذه المشكلة على الناس اللي كانت تصيح في الساحات العامة، لا أمريكا ولا قطر، اللي هي خارج العصر الجديد، هذا الريال بوليتيك راهو، ما تفاجئوش يا شعب يا تونس، هذه سياسة جديدة في العالم الكل راهو. لكن أنا نحب نسأل أسئلة في ثنايا المسائل هذه. اليوم الحليف الأمريكي علاش يحرش فيها بالمقالة من النوع هذه؟ ولأنه المقالة هذه اعتمدت في مصادر في البنتاغون، مصادر البنتاغون هي اللي سربت الكلام هذا، وهو يعرف شنو هي استطباعات الكلام هذا على الأمن القومي التونسي. دقيقة يا رزق، أنا جاي أنا جاي أنا جاي أنا جاي مرة في الخمس سنين يعتبر. لا أي 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 مهم علاش اليوم 26 أكتوبر اليوم تحرش فيها؟ إذا كان أنا شريكك، وهذا سؤال نطرحه بالنسبة للطرف الأمريكي، إذا كان هو شريك حقيقي، لماذا يحرجني بمثل هذا التسريب؟ والتسريب هذايا حتى المقال لا ينفيه، يقول لك مصادر عليمة ورسمية داخل البنتاغون. وإحنا كنا مثل الحكومة. كيفاش يا مان؟ فماش إجابة. مش قلت أنا يوسف الشاهد كي يتكلم نتكلم أنا، وكي نتكلم أنا يتكلم يوسف الشاهد. ما تاخذش بالمأخذ، قلت سألني على الحكومة، قلت له حكومة متماسكة كما يتكلم أي عضو يتكلم رئيس الحكومة. دونك الملف هذا نتويوه بالشكل التالي.
باش ما نقعدوش التأويلات اللي مش موقعتها. هذه حكومة نعاودها متماسكة من هيك لهيك، وحكومة واحدة وطنية فعلية مش بالكلام. بالنسبة للي يطرح فيه، أنا اللي يلزمني هو بيان وزير الدفاع. تو احنا نحكيه على السيادة الوطنية ونحكيه على التقويت، معناتها وقعنا في علاقة بالمفاوضات في المرحلة الحالية، هذا بيان أصدرته الحكومة بشكل رسمي، هذا هو الرد. أنا هذا بالنسبة لي مش وثيقة نتاع استقاء معلومات، اللي جاء في البيان هذا هو موقف الحكومة واللي يصدر وزارة الدفاع. واضح واضح. أي مسؤول حكومي يجب يجاوب كيفك سي لا لا بلاش لا 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 لكن فما بيان أصدرته الحكومة. سلمت عليك برك لكن فما سلمت واحدة اللي كنت برك الله فيك سامحني فما لحظة برك البرهان هي هذه أبسطيك تحكي على على خوف من خلال بيان خوفهم على المسألة الديمقراطية في تونس. هما مش اللي خاف على المسألة الديمقراطية فرضا حتى لو هذا صحيح ما خرجوش ما يعملش هذا نتسأل عليه ما خرجوش هذا سأل عليه شنو الحكاية حتى محتواه سي تان كرون بارادوكس وذاك علاش بالنسبة لي ما يعتبرش وثيقة مرجع لتحديد موقف تونس. في أمريكا يا ولادي راهو نناقشوا احنا كأنه نظام كلياني كأنه نظام كلياني قائم على كذا راهو ثم انتخابات زاد توا وتكسير عظام راهو بين ترامب وهيلاري كلينتون كيف تحطوا في السياق هذا يعني؟ السياق هذا اعطيني اربط لي قل لي تكسير عظام بين في امريكا في امريكا نيوز ويك والواشنطن بوست مربوطين والمؤسسات اللي تنتشر في العالم الثالث باسم المجتمع المدني في بالي كلها عندها هواها يا منا يا منا تعرف لازم انا نتبع وانت تبع ونحس ونفهم اللي عندك حدث تعرف اليوم اكثر صحف مهتمه بالحكايه هذه الصحف الجزائريه سمحني حل الوناقشي انا جايك للجزائر حل الوناقشي انا سمعت اليوم العشيه سمعت اليوم العشيه تحاليل وبلاتوات انا نحب نقول فيه كلمه الموضوع هذا ثم شكون يقول سي اون ديري يلا يا ناس هزوا السلاح ومشيوا للجزائر راهي الحرب بدات تو والجزائر ستنسف منين جايه؟ من بلاده ومن حكومته. أنه احنا تأمرنا هذا مؤدى الحديث. أنه أعطينا قاعدة والقاعدة هذه باش تضرب منها الجزائر ويلا يلا شو هذا من نخب؟ سامحني القاعدة أولا خلينا القاعدة كيما اللي موجودة في أنجرليك في تركيا كيما اللي موجودة في العديد في قطر كيما اللي توجدت في الظهران في السعودية. هذه القواعد صديقي لازم التشريعات المحلية للدولة تصدر وتتعدى إذا كان عندها برلمان كيما الأتراك ولازم يعفى الناس المقيمون في تلك القاعدة من المارينز ومن غير المارينز من القانون المحلي تعتبر أرض أمريكية ولا ينطبق عليهم القانون الوطني ما عندناش قاعدة ما عندناش قاعدة أمريكية في تونس مش ناس تعرف لا تو ما هو اللي راج لا ما عندناش قاعدة البلاد تباعت وعطاو قاعدة والأمريكان دخلوا والأمريكان شوي بشوي فماش قاعدة شوي سمعتوا العشية قاعدة مش سهلة يا لا قاعدة سهلة يا أخي أو على شوي بشوي أو على الأقل حتى بالإيحاء أولا لابد أن ننظر إلى الموضوع باعتباره يتعلق بالأمن القومي طبعا ثاني حاجة جاوا ما جاوش الطيران نتاعنا مش بتاعنا يقصف ولا ما يقصفش شوف راوك نكونوا عقلانيين وانت قلت خرجنا من برشا انواع تاع تفكير شوف اللي عطاوه لنا الامريكان من الانترنت 4% يحوسوا في قصر الرئيس ويحوسوا في حاسوب رئيس الحكومه ويحوسوا في كل نحن مكشوفين ما نكذبوش على رواحنا يحوسوا في رقم صباتك بالضبط نحن مكشوفين ما نكذبوش على رواحنا اثنين اذا كان اليوم نقولوا الخطر الارهابي ونحن في حاله حرب وهدوا علينا في بنقردان ووزارة الدفاع غير مطالبة بأن تعطي كل ما يتعلق بالأمن القومي التونسي الذي يعود التقدير فيه لها هي واضح وحدها واضح سي حسين التعاون الفني وقال وزير الدفاع بكلمات دقيقة وحكيمة والموضوع خليني نقول لك ولا أكشف سرا أنا كنت موجود في الحكومة عندما طرح هذا الوضع وكان الموقف التونسي في حكومة الحبيب الصيد كان موقف مشرف وموقف وطني نخرج من الشك في أنه ثم واحد في الحكم نجم يبيع تونس وثم واحد موجود في الساحة يلزم يهيج عليه الرأي العام ويقول له أنت عميل ورجعي واضح وأنت كذا واضح الموضوع أخذ أكثر برشا والتحريض ثم تحريض من تونس إلى الأشقاء الجزائريين راهو عيب نجوكم في بلادنا وهو الحكم حط لهم قواعد هنا باش يضربوكم من تونس سمعتوا بودني يا سي حسين الجزائر في بالك الجزائر عندما وقت اللي تصحت هذه الميموراندوم هذه الصحف الجزائريه والسلطه الجزائريه ابدت امتعاضها وابدت شكه في الموضوع اي طبعا هذا موجود عشان. يعني وهك علاش اليوم اللي تحكي في الصحف الجزائريه يحكيوا على الموضوع هذايا
في السياق صحيفة الخبر الجزائرية حكيت اليوم على الموضوع على موضوع القاعدة العسكرية في السياق هذا صحيفة الخبر الجزائرية يعرف أنه احنا ما عندناش قواعد وما عندناش باش نعملوا قواعد مش قواعد سي حسين هذه طائرات تجسس لازم سي حسين أولا أنا مش عارف السياق اللي طرح فيه سي برهان الموضوع هذا ثم حديث على دبلوماسية الرئيس جبدوا في حديث الكلام وحطوا في التابي ثم حديث على داعش ومقاومتها في ليبيا ثم حديث على الأمن العسكري والقومي والسيادة الوطنية ثم حديث تدخيل قطر من الشباك كما العادة ثم حديث على التفت خليني ما قطعتكش تدخل قطر خليني نتكلم لا قطر ولا امريكا ولا قطر ذكرت الدوله الجماعه اللي يقولوا عليه مش مشكل انت كي تذكر الكلام عاش كلام الجماعه يولي كلامك انت نفس الشيء معناها جبدان الجزائر بالايحاء وبالمباشر الطريقه هذه وبطريقه عاطفيه وخطبيه ويا شعب تونس ونخب عليكم في الوثائق وكذا معناها ثم النوع الحديث مؤداه الى معناها وكانه ثم حاجه جديده اولا معناها الدوله جاوبت واذا ثم تفصيل اخر تزيد تجاوب الدوله والدوله هنا مطالب منها اذا انت عندك اسئله واللي طرحتهم انت اسئله معقوله في حدود معينه وبعدين ولا فيها شوي فائض من عندك انت الاسئله المعقوله تجاوب عليهم الدوله وجاوبت في مرحله اولى في بيان وتجاوب على هذا اكثر من مره قبل قيل الكلام هذايا اكثر من مره اللي نحب نقول لك أولاً التعاون التونسي الأمريكي هو تعاون قديم وبورقيبة اختار أمريكا في التعاون الأمني الكبير من قبل ومشالها وعمل معها تعاون وهذا مش حاجة غريبة ولا جديدة وكأنه اكتشاف مش اكتشاف اثنين يظهر لي في الأمن القومي في المنطقة الرئيس ما بدلش السياسة وواصل فيها ولا جاء حد وحتى سيد المرزوق من كان موجود ما بدلش السياسة وواصل فيها ما ثم حتى أي جديد في العلاقة الدبلوماسية في المواقف الأساسية سواء في علاقتنا بأمريكا سواء في علاقتنا بفرنسا جديد بالعكس وأنا موافق الملاحظة الذكية الأزهر أن بجديد بالعكس هو أن ثم علاقة ثقة بين تونس والجزائر علاقة ثقة الأمريكا تتصور أمريكا باش تضرب أي حد في ليبيا تحتاج لتونس تي تحوس في ليبيا عندها ناس معاها كيما تحب وعندها وجود ما معناها السيادة الأمريكية مثلها سفير ومع ذلك بقات في ليبيا ليش؟ لأن وجودها استراتيجي ونوعي تعرفوا مش حاجة جديدة ما تحتاجش لتونس ما تحتاج الأرض التونسية باش وهذا ما يدخلش والجزائر تعرف مش اذا ثم طرف ما تقوليش مش صحيح اذا عندك كلام قول فما تقارير انا ما قطعتكش انا ما تقارير استراتيجيه تتعلق على حاجه الامريكان بقاعده في شمال افريقيا انا قاعد نقول في كلام أي. اذا انت تتفاعل معي تتفاعل معايا وانا نتفاعل معك ما يسالش اللي حاجتنا به توا الاسلوب هذايا معناه في الوضع ما هو ثم برشا مداخل هي في السياسه ثم المدخل الوطني الداخلي الصراعات الداخلية يظهر لي توا حكومة ما زالت نيو جديدة وأنا كنت نسمع في سي عبيد ياسر حط على 2012 و2013 وذكر الأسماء وكذا ويتحدث على الوحدة الوطنية رانا معاك في الوحدة الوطنية لتو في تحدثت وكأن 2010 قبل 2010 أفضل مما بعد 2010 تقريبا في الوظيفة العمومية أرهقناها ذكرت في 2012 أكثر ذكرت الفساد زاد بعد 2012 ما تبعش بدقة تنهى بالخارجية وبعد رجع لينا نرجع له تبعته بدقة ممكن أنت في جو الحوار بعد جاني يا حسين لا ما يسالش ممكن أنت في جو الحوار ما فقتش لا لا فايق فيك أنا كنت أتفرج فيك وحدي فايق فيك حسيلوا اللي حبيت نقول لك لا قلت الوعود نتاع التشغيل قلت الفساد زاد بعد 2012 بين 2010 قلت 400000 قلت بين 2010 قلت 400000 اي انت قلتها فما شكون قالها انت قلتها ولا شكون قالها لا ال 400000 في برنامج الانتخابي خلينا نرجع للسياسه الدبلوماسيه خلينا نبقوا على الوحده ما بيناتنا لانه توا افضل شيء نلقوا حلول للبلاد ما نحطوش برشا على الترويكا 2012 وكذا ومنا ولقينا تركه وكذا التركه القنايه تركه بن علي والدوله الجديده نحب نبنوها ومش سهله في الموضوع الدبلوماسي نزيد نرجع اذا انا ما شفتش فما تغيير في الخط الدبلوماسي بالعكس وعلاقاتنا بالجزائر بالعكس العلاقات كانت
سيئة جدا وقت كان بن علي موجود، والعلاقات حتى في عهد بورقيبة بين الجزائر وكذا كان بورقيبة أحيانا عنده مشكلة حتى مع الجزائر نظرا لقوة الجزائر. إذن اليوم أنا أعتبر العلاقة بين تونس والجزائر اللي وصلت له اليوم تاريخية، يعني علاقة وقت بورقيبة بن علي كانت خايبة ولا بالخمس سنين دي. نعم نعم تطورت العلاقة، تطورت العلاقة. يذر للرماد على العيون في الكلام هذا يا راجل. شوف لا شوف عايش خويا، انا نقول لك معروفة النظام الجزائري، الدولة الجزائرية معمرها طمانت النظام بن علي وما كانتش عندها معاه أي صداقة قريبة، وبالعكس توا الآن رجعت العلاقة من خلال القوى السياسية. نشوفوها هاو تو تشوف العيد الوطني الجزائري وتشوف تشوف كل القوى السياسية وكل القوى الوطنية صحيح. بل بالعكس ثم تحالف حقيقي بين تونس والجزائر. وأنا نقول لك إذا الحمد لله ثم استقرار في تونس جزء منه للاتفاق الاستراتيجي للأمن المغاربي في المنطقة، وأن الوضع وقف عند حدود معينة، والجزائر لعبت دور كبير ياسر في الاستقرار في المنطقة. واضح نتفاعل بالطبيعة في بعض الملاحظات. سلاح ما تكلمش، كأني خرجت من الاستديو، كأني خرجت من الاستديو. لا 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 سي برهان، سي برهان باش نتحدث معك شوية في هالموضوع هذا. انت قاعد وجهت سؤال الى الواشنطن بوست، علاش تطرح في الموضوع طبعا. الان طبعا انا مش هذا سؤالي، يعني الواشنطن بوست احرار وانا ما نعرفش عليهم شنو الدوافع نتاعهم اللي خلاهم، لكن انا نقول المسؤوليه الاساسيه بالنسبه للحكومه التونسيه. اذا كان ثم معطيات تهم مستقبل الامن الاستراتيجي في تونس وفي المنطقه، يفترض بانه هي اللي تبادر. وان كانت مجموعه من الاشارات صدرت عن وزير الدفاع في تصريحات سابقة وكذلك عن الحكومة التونسية وضحت اللي ثم علاقات تعاون وثيق على المستوى الفني بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. نحن قاعدين نشوف في حق الألغام، وإذا ما نكونوش منتبهين جدا وعارفين كيفاش نسيروا باش نفجروا هذه الألغام في وجهنا احنا. الموضوع نتاع الجزائر موضوع خطير جدا، وذلك حتى كي باش نتعرضوا له لازم نتعرضوا له بكثير من الحذر، لأنه ممكن لا قدر الله لو أنها توجدت أزمة مع الجزائر معناها توازناتنا كلها في الداخل وعلى المستوى الإقليمي معناها تتفور، وبالتالي نمشي در نحن نعرف والتوانسة يزمهم يعرفوا أن مدامهم دخلوا في معركة مع داعش ومدام ليبيا بهذا الوضع وبهذا الوضع المتفجر وفي غياب أي سلطة وأي دولة مركزية، فبطبيعة الحال هنا باش يكون التعاون. أنها أنا ما جابتليش حاجة جديدة الواشنطن بوست إلا بعض معلومات يعني ما فنية، لكن على المستوى الاستراتيجي على المستوى التحليل العميق نحن نعلم بأن تونس حركة النهضة وصولا إلى معناها الجبهة الشعبية متفقين على أنه لابد أن نحمي تونس من أي اختلالات ومن أي مخاطر حقيقية تمثلها الصراع مع داعش، وبالتالي الانفتاح والتعاون مع الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلسي وارد في الرؤية العامة، وبالتالي هذه تعتبر تفاصيل لن تغير في مستوى الرؤية الاستراتيجية العامة. شوف أنا شخصيا ضد معناتها إعطاء الموضوع حجم معناتها حقيقة يولي فزاعة وإلى غير ذلك هذه، لكن أيضا ضد أنه المسألة بسيطة هو عبارة عن تطور طبيعي لعلاقات، هذا حقيقة يعني هو معناتها استباحة كاملة على الأقل للقرار الوطني للسيادة الوطنية للأمن الوطني والقومي إلى غير ذلك. علاقتنا مع أمريكا أهلا وسهلا، ما هيش ندية توا داخلة في الإملاءات وتعطينا ضمانات للكذا ولا غير ذلك وإحنا في حالة ضعف، معناتها نجم نفهمك على قد لازمنا نطوروها وإلى غير ذلك متفقين، لكن المسألة تتعلق بشيء آخر، تتعلق أن استعمال الأراضي التونسية في عمليات استخباراتية عسكرية خارجية خارج تونس، ويمكن لماذا ما تكونش على تونس؟ هذه أول حاجة. ثاني حاجة حتى خارج تونس معناتها كيفاش يمكن نلقاو هذا نلقاو التمفصل للمصالحة بين مسألة السيادة الوطنية وأن البلاد هذه ما تستباحش وبين علاقات الخارجية. اليوم بالإضافة إلى السيد وزير الدفاع معناتها كان عبارة على حب يخلع في باب محلول، لو واحد قال له عندك قاعدة عسكرية أمريكية ثم بالإقرار متاع الأمريكان واللي تداولوه وسائل الإعلام الكل، هناك استعمال قواعد عسكرية تونسية
لطائرات بدون طيار واستخباراتية. يمكن بعد تظهر حتى ونتقبل. يمكن السؤال هنا، هل أن المواطن التونسي اليوم، الشعب التونسي اليوم قابل يقبل هذا أم لا يقبل؟ هذا السؤال. أنا شخصيا لا أرى أنه عنده حتى مبرر باش أن الدولة التونسية، ما نقولش الحكومة، نقول الدولة التونسية تسمح بهذا. واضح برهان في تفاعل مسيح حسين، أما بإيجاز شديد. لا لا مهم، بإيجاز شديد خاطر هو باش يطلب زاد أنه يعاود ما يسالش بل هو النقاش هو باهي. تطوال الليلة لا تطوال الليلة. على كل نحب نوضح مسألة منهجية مهمة. الأزهر يعمل في السياسة عادي جدا، هو في حزب سياسي. حسين كيف كيف وهو مزوز في الحكم عادي جدا، لكن نحن في موقع توا نجم نكون كرونيكور مستقل، مانيش مستقل، عندي أجندة مرتبطة بروسيا ولا بسريلانكا ولا كذا. أما الأكيد أنا والأزهر وسي سلاح وسي عبيد وسي عبد الوهاب نتفقوا أنه الكلنا نحبوا البلاد هذية في نفس المرتبة، ولا أحد يقول أنه نحرضوا على بلادنا وإحنا ندافعوا على البلاد في اللحظة هذه ولا حتى شيء. نتصور متفقين في الجانب هذا وندخل للتفاصيل. أولاً كي تقول لي سيد حسين أنه سياستنا هذيك هي واستمرار عادي وطبيعي، نستعير الكلام من عند سي عبد الوهاب، وقل لك زادة كيما ما نهولش وزادة التبسيط المسألة هذية يصبح مخل. اطرحت مع بورقيبة والناس كل تعرف قضية القاعدة العسكرية، ورفض بورقيبة ونظام بورقيبة واللي قلنا عليه نحن في الحركة الطلابية العميل الاستعمار الكذا، والأزهر تعرف ذلك، كان أنا غلط استوقفت. اطرحت على زين العابدين بن علي بغض النظر تو ماناش في النقاش بين الماضي والحاضر، والناس كل تعرف اللي رفض ذلك. اليوم شنية مشكلتها الحكاية هذية يا حسين؟ مش مشكلة أنه العالم الكل الآن ولا يسير في إطار عادي وطبيعي من قواعد العديد وغيرها. قطر أمنا يا الأزهر في العديد عن أنها تنقل الصراعات العنيفة داخل أرضها، وانت تعرف ذلك جيدا. البرلمان التركي رفض لما الأمريكان طلبوا استعمال القواعد الأمريكية في 91 في ضرب العراق في العدوان الثلاثيني، والبرلمان رفض في 2003 رفض. اليوم القضايا هذية ما يمكنش تكون قضايا ما هيش معروضة على النقاش العام، سواء في المؤسسات المنتخبة، وأنا مانيش مع الفوضى راهو والهيجة، وأنا شعار لأمريكا ولا قطر ما تبنيتوش. أنا يا حسين قلت لك أنا تخليت على الهلوسة هذيك بتاع أمريكا ولا قطر، بالعكس مانيش منه، ولكن أنت تعرف أنه جزء من الساحة السياسية اليوم مازال يخدم بالشعارات هذية. حبك تفهم كلامي في سياقه. بالتالي تبسيط المسألة هذية أعتقد أنه تبسيط مخل، خاطر اليوم كي الأمريكي يسرب لي الشيء هذايا عندها انعكاس مباشر على أمني القومي. اليوم داعش لما تعلن تبنيها للشيء اللي حصل في باريس تقول لك بناء على تورط حكومة هولندا في ضرب سوريا. اليوم لإندراء أنا كي نعطي للأمريكان التسهيلات عندي ما يؤمن التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية باش يقيني من إمكانية ارتداد الصراع في ليبيا علي أنا ويولي عنده ابتداده في المدن التونسية. خليك بالجزائر، خليك بالجزائر يا الأزهر، وانا نأكد لك أنه القلق اللي موجود في الجزائر ما هوش مرتبط بالناس اللي داخل تونس يحبوا يستعديوا ويجيبوا تزيرية باش يستعديوا. الحرب على الإرهاب مجهود دولي، ما تقولش احنا ضامنين باش ندخلوا في هذا ولا لا. بالهدوء بالهدوء المطلوب، بالهدوء المطلوب تجيك من عند نقاش. بالله سامحني، الولايات المتحدة تحذر رعاياها من عمليات إرهابية في تونس. يا لازر لازر خلينا نمشيو بابي سي عبد الوهاب سامحني، بالهدوء المطلوب ربي لازر لازر لازر. تقول فيه بربي سامحني انا اللي تقول فيه، حط معك جملة انا بكاو جملة من الثوابت اللي تقول فيه. معناتها انا نتصور ماهيش للنقاش وقت اللي يجي تقول بورقيبه رفض وبن علي الفرد والحكومات المتاليه. تو اللي تقول فيه انت تو، والحكومات المتاليه رفضت ورافضه من حيث المبدا ومن خلال التصريح وجود قاعده عسكريه في تونس. شنو الباب اللي نطقوا فيه؟ يعني تعالج قاعده عسكريه اليوم ما تهولش وما تهولش. يا سعبي يا سعبي سنه قال لك عندها 900 سعبي مش قاعده عسكريه. انا ما نحبش نحكي برشا الموضوع هذا. ملاحظه برك ليك انت، ملاحظه برك ثانيه، مسألة الإرهاب مش ممسوسة به تونس توا برك. الإرهاب ضرب في المواقع الكل، التعاون في مقاومة الإرهاب، التعاون الفني
باهي الموضوع اكثر من الوقت المطلوب ومش مطروح للنقاش من جديد. باهي معناتها ما اعتقدش انه المساله تاخذ وقت كبير. ولا نجيب مسائل على نعم سي عبيد بس نخرجوا منه نهائيا. مش عندنا لجنه في البرلمان بالضبط لجنه لا هي بالقوات المسلحه وبالدفاع ولا تمشي اللجنه كان لقات ثم حاجه مخله مخدومه تحت طاوله ولا فيها رشوه خويا خم طيح شوفوها ويحكم كملت صفقه تاع بطاطا تشوفها اللجنه وكان فيها حاجه هكا الازهر. انا نعرفك يا الازهر في قرار نفسك تدرك الاهميه الاستراتيجيه تاع القضايا البرلمانيه. كملت في قضايا متخاذله. انا كنت في الحكومه وقت اللي طرح الموضوع هذا ما نحبش نقول اما نعرف ما في حد شيء. نعرف شكون قلت لك لاني انا يا ولدي انا نشكك يا اخي نتعامل معها كصفقه فساد انت باش تقول لي لا مش عليك. انا اول واحد قلت ان هذه ماهيش قاعده عسكريه امريكيه في تونس ما فماش وحتى الحكومه الحاليه الوجود الدولي لم تقر ذلك. انا عندي سؤال بالله سؤال. بورقيبه ما استعانش ب القوات العسكريه الفرنسيه باش يضرب عمليه قفصه ويجهدها تقول هالي علاش الكلمات لا معناها يا اخي انا عندي مشكله مع التعاون العسكري لا 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 انا حبيت نسال هو انه ما انت داخل في معركه ولا والمعركه هذه قاعده تتطور على المستوى الاقليمي وتمسك انت في امنك الاستراتيجي اذا شتب انت سلمت بانه ضروره التعامل والتعاون الفني والعسكري مع الولايات المتحده الامريكيه ومع الحلف الاطلسي ولا تقول لي انت هذا التعاون انا نمن به لكن نجعل له سقف شنو هو السقف هذا أيوة. هي قضيه الطائرات هذه فقط اللي بدون تيار والا وضع قاعده عسكري تستقيها. ما هي المعلومات ما هي مربوطة أنا موقعي فيها كتونس يا أخي عملية بن قردان قاعدين يعطوني في التقرير تهبطوا الطيارة هذيك في تونس لا 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 عملية باش نعرف اللي هي في تونس عملية بن قردان يا سي عبد الوهاب عملية بن قردان تمت فقط بالإجراءات الأمنية التونسية وبالأمن التونسي والعسكري والله أنا في بالي بن قردان هم الذين تصدوا لا ما أنا نقول لك حاجة مع التصدي الوطني الداخلي المحلي هناك معلومات استخباراتية جات من أطراف أجنبية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية سي حسين الموضوع هذا لما تعمل طيارة بدون طيار استخباراتية خلينا معناتها هذا السؤال ما نبسطوهاش مش قضية تبادل المعلومات سي عبيد شوف معناها راهو ثم كونفوا لو تتذكروا مرة كان ماشي للجزائر من ليبيا كونفوا هذايا ما فاق به حتى حد فاقت به تونس والكونفوا هذايا كان خطير جدا وكان فيه أسلحة ثقيلة وفي ليبيا ثم الأسلحة الثقيلة اللي تضرب طيارة سيفيلة وتونس هي اللي كشفت ورغم الرقابة النوعية يا أخي في ليبيا ثم ليبيا مو ثم كل القوى الدولية اللي أنتم تعرفوها بل هناك تدخل دولي من أجل الأمن في ليبيا ليش؟ لأنه وقع نوع من التدويل منذ اللحظة الأولى نفس الشيء اليوم في سوريا ولينا معنا أنا نحب نوصل الحاجة يا برهان عايشك نعاون الشعب اللي أنت تخطبته مباشرة وفي هذه البرامج ونتطوروا شوي كما الدول المتقدمة نختلفوا في ملفات وثم ملفات نتفاهموا فيها الأصل في الشيء الحد الأدنى الوطني اتفقوا فيه هو السياسة الخارجية الأمن القومي بتاع تونس ولذلك لا ترى تقريبا تغير للسياسات الخارجية عندما يأتي اليمين أو اليسار في فرنسا أو عندما يأتي الجمهوريين ولا الديمقراطيين في أمريكا السياسات الخارجية بالكاد تتغير شوية ولذلك ماذا بينا شوية ناخذ ثقة شوية في أن فما مؤسسات عسكرية راه مش سيد الرئيس يختار السياسة وحده صحيح هو المسؤول والرئيس والكذا على هذا لكن ثم تقاليد في تونس عندنا جيش عندنا أمن عندنا معناها مؤسسات الدولة هذه التونسية مش سهل تسلم وكنا نتصوروها في اللحظات الصعيبة بعد الثورة ولكن ثم كذلك إدارة قوية وثم معناها أمن قوي وجيش قوي تجاذبات إقليمية وخلينا تجاذبات دولية ثم دبلوماسية تونسية قطعت العلاقة مع سوريا في تناقض مع تقاليد دبلوماسية طيلة 60 سنة يعني المسائل مش على درجة من البساطة خليني نحكي في فكرة لا مش بساطة لا تبسط فيها برشا لا أنت تبسط أنت هو يا برهان عايش يعني مش سبرة رد بالك عفو يعني مش واحد تبسيط عندك الحق أنا أنت موقع السلطة يتكلم تو لا لا ما نتكلمش موقع السلطة قلت لك وزارة لا نلعبوش في الأمور هذه وزارة الدفاع هي اللي تجاوب أسئلة فنية
لا في الأجوبة هذه ماهيش نتاع جدل فوق بلاتو توا، هذا الموضوع قلت لك تجاوب على الوزارة، لكن أنا نعبط في الصحف على بس كنا قاعدين نخرج لها واحد باهي الصحف زاد شنيا قلت لك التابوات اللي تحب تعمل فيها الجواب الجواب الدقيق الجواب على المسألة الأمنية. أنا ما نمثلش وزارة الدفاع ولا نمثل الرئاسة، اللي جاوبك على الدبلوماسية اللي جاوبك الجواب الرسمي. أنا نحكي لك في السياسة العامة، نحكي لك في السياسة العامة، لا وزير دفاع لا وزير خارجية، اللي يحكي في السياسة العامة نقول لك ماذا بينا نتلمس منك في هذا في المستقبل، عارف عندنا شوية خلال في الحاضر وما وصلنا لهاش، في المستقبل ماذا بينا نتوافقوا في تونس على السياسة الخارجية؟ ما عاد حتى حد يعتبر روحه أقرب للجزائر من الآخر، ولا الآخر أبعد القطر من الآخر، ولا أبعد من تونس عندها علاقات تاريخية قديمة مع فرا أولا عمقها العربي. وانتو شفت السيد باش قيس سبسي وقت اللي مشى لأمريكا مباشرة بعدين، وشوف سيد معناه سيد شاهد أول زيارة عملها للجزائر، دليل هذا على أن ثم رؤية دبلوماسية. وسيد باجي قيسبسي أول ما مشى لأمريكا وين مشى عمل زيارات في الدول العربية، علاش؟ باش يأكد اللي عمق الخارجية والسياسة الخارجية هي عمقها العربي والإسلام. ولذا لا عايش خويا برهان، ما قالش مش هيك عايشك النقاش، أنا نحكي لك على السياسة الخارجية التونسية راهي متوازنة. واضح واضح نقاط ضعف نفاش في تونس في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، أما في السياسة الخارجية أنا أعتبر ثم حد أدنى من التوافق الوطني. سي عبيد شكرا لحضورك معنا اليوم في التاسعة مساء، كنت حدثت كان مازلنا احنا نشكيو على الوعود الانتخابيه بعد عامين من الانتخابات التشريعيه. يوم الجمعه انا عندي جماعه تنتلبي رغم انه في النقطه الاخرى حاجه برك نقولها، فما الدستور نتاع البلاد يحكي على السياده الوطنيه، اول مظهر مدار السياده القواعد على فكره في البرلمان. سي عبيد رانا اثرنا الموضوع وحكينا فيه وتناقشنا فيه، ولجنه العلاقات الخارجيه تناقشت فيه وحكيت فيه مطولا وبحضور الصحافه وكتبت عليه الصحافه، ما ثم حتى شيء تفضل في تونس. شكرا لك سي عبيد البريكي وزير الحوكمه والوظيفه العموميه، حضوركم معنا اليوم في التاسعه مساء. فاصل قصير ثم نعود.